مشاهدي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم، جمعة مباركة. خوتي كيف تنشتوا؟ 14 يوم ديال سيدنا رمضان، وشنو عملتوا فيها؟ حنا فواحد الجولة الصباحية داخل مدينة الحسيمة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تكونوا دوزتوا 14 يوم ديال سيدنا رمضان بخير وعلى خير وبدون مشاكل و... صباح الخير خويا محمد. واحد الخبر كيف الراحة اخوتي، كيف الراحة؟ واحد الخبر هنا داخل اقليم الحسيمة، الشفاء، جوج ديال الحالات، مجموع شفاء 10 حالات هنا باقليم الحسيمة. الحمد لله، كما قلت اخوتي، شفاء 10 الحالات بعد ما رجعت التحاليل ديالهم الثانيه سلبيه، وكاين واحد الحالات اخرين غادي يخرجوا ان شاء الله، ما عرفتش واش غدا ولا بعدو، حتى هما التحاليل ديالهم خرجت، التحاليل الاولى طبعا خرجت سلبيه، ان شاء الله الا خرجت التحاليل ديالهم حتى هما التحاليل الثانيه سلبيه غادي يخرجوا، غتبقى حاله وحده. الحمد لله هادشي من جهودات الاطباء المدنيين والاطباء العسكريين اللي ساهرين على سلامه وصحه هاد الناس اللي مراض كيقابلوهم ليل ونهار. تحيه كبيره للاطباء والممرضين. الحمد لله، مدينة الحسيمة، ساكنة إقليم الحسيمة، ملتزمة بالحجر الصحي، الناس هنا ما كيخرجوش إلا للضرورة، مثلا غادي الفرماسية يشري الدواء، ولا غادي للمارشي يتقضى شي حاجة اللي هي مهمة وضرورية. الحمد لله الناس فاش كتخرج من المنازل ديالهم كيعملوا الكمامة، وكاين واحد المسافات كما شفتوا، الحمد لله الناس هنا ملتزمة اخوتي. الدليل على هذا راه 22 يوم، 22 يوم ما كاين حتى شي إصابة، وما دخلت حتى شي إصابة، وإن شاء الله ما تكون حتى شي إصابة. طبعا ما ننساوش المجهودات اللي كيقوموا بها الاطباء المدنيين والعسكريين والناس ديال السلطات، طبعا كيقوموا بواحد المجهود كبير اخوتي، ليل ونهار ما كينعسوش، ما كيشوفوش وليداتهم، ما كيشوفوش عائلتهم. تحيه ليهم، تحيه كبيره لهاد الناس اخوتي.
لان كما قلت اخوتي الحمد لله ان الناس ساكنة الحسيمة ملتزمة بالحجر الصحي. والدليل على هذا راه تقريبا 22 يوم ما كاين حتى شي اصابة الحمد لله. بالمجهودات الساكنة اللي ملتزمة بالحجر الصحي وبالمجهودات ديال السلطات وبالمجهودات ديال الاطباء طبعا اللي كيقوموا حتى هما بواحد المجهود كبير ليل ونهار باش يحرصوا على سلامتنا وسلامة هاد الناس اللي مرض. ان شاء الله في هاد اليومين هادي غادي نشوفوا صفر حالة هنايا في اقليم الحسيمة، ولكن مع ذلك خوتي خصنا نزيدو نصبرو ونزيدو نلتزمو بالحجر الصحي، نلتزمو بالبيوت ديالنا، ما نخرجوش الا للضرورة القصوى. احنا الحمد لله كطاقم شوف تي في خرجنا باش نجيبوا الخبر الحصري، والحمد لله قناة شوف تي في دائما كتكون سباقة لأي حدث وسباقة لأي خبر، وتكون سباقة لأي تغطية ولو تلقوا شوف تي في دائما هي السباقة لأي حدث ولأي خبر. كل واحد داير خدمته الحمد لله، الاطباء دايرين خدمتهم، الفرمليين دايرين خدمتهم، الناس ديال الامن، الناس ديال الدرك الملكي، القوات المساعده، السلطات، كل واحد داير خدمته، الصحافه ايضا، كل واحد كيدير خدمته من جهته على احسن ما يرام. كما قلت اخوتي الحمد لله قناة شوف تي في دائما كتكون السباقة هي الاولى لاي خبر حصري ولاي تغطية، ولو شوف تي في قناة شوف تي في كتكون سباقة لاي حدث لاي خبر حصري لاي تغطية. احنا الان في شارع طريق بن زياد، مدينة الحسيمة، في واحد الجولة ودردشة صباحية.
الآن في ساحة محمد السادس، أحد أشهر الساحات هنا داخل مدينة الحسيمة.
خويا محمد زاهر، صراحة منظر رائع ياك اخويا محمد. خويا عادل، صحيح خويا عادل، واحد الجو جميل ورائع في الجولة الصباحية من اليوم 14 ديال سيدنا رمضان هنا داخل مدينة الحسيمة. سلام خويا كمال، عفوا، تحية ليك وتحية الناس ديال فقيد بن صالح. وي نعم خويا ابراهيم، الجو رائع وجميل، الناس داخلة لديورها ملتزمة بالحجر الصحي والهدوء في هذا المنظر الرائع والجميل من شاطئ كيمادو، حد أشهر من أحسن الشواطئ بالمملكة المغربية، شاطئ كيمادو.
خويا محمد، الحمد لله بخير، الحمد لله. الجو رائع هنا في هذا المكان هذا اللي كيطل على شاطئ كيمادو. يا محمد السلام عليكم. إذن كما قلت الإخوان، الحمد لله شفاء 10 حالة هنا إقليم الحسيمة بالمستشفى القرب بمدينة إمزورن، شفاء 10 حالة. الحمد لله بقاو غير 3 ديال الحالات، حتى هما غادي يخرجوا إن شاء الله غدا ولا بعدو في هاد الأيام قريبة إن شاء الله. وبهاد المناسبة هادي كنبغي نشكرو الأطباء المدنيين والعسكريين والناس ديال السلطات اللي كيقوموا بواحد المجهود جبار، واحد المجهود كبير ليل ونهار. صراحة ما كينعسوش، ما كيشوفوش وليداتهم الله يحسن عوانهم، هادشي غير باش يحرصوا على سلامتنا وصحة دوك الناس اللي مرض مساكن الله يشافيهم. هذا الخبر صراحة الخبر كيفرح كيبشر بالخير. ان شاء الله احنا قراب غنوصلوا 0 حالة هنا بمدينة الحسيمة، وكاين بعض المدن الاخرى اللي هي 0 حالة كيف افران ازرو وبعض المدن الاخرى اللي حتى هي 0 حالة. وكنتمنى تكون 0 حالة في جميع المدن المملكة، دار البيضاء، فاس، مكناس، الرباط، مراكش. غير 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 الواحد اخوتي خصو يلتزم بالحجر الصحي ويلتزم في البيوت ديالو، وما يخرجوش الا للضروره القصوى، الا للضروره يمشي الفرماسيان يشري الدواء، او لا يمشي يمشي للمستشفى، لا يمشي للمارشي يتقدى شي حاجه اللي هي مهمه وضروريه ويعمل الكمامه ديالو. الله يخليكم، ما نخرجوش من ديورنا ونلتزموا ونتبعوا تعليمات الناس ديال الاطباء المدنيين والناس ديال السلطات، وما نخرجوش، نعاونوا هاد الناس هادو اللي حارسين على سلامتنا وصحتنا، هاد الاطباء المدنيين والعسكريين والناس ديال السلطات اللي الصراحه كيقوموا بواحد المجهود كبير. نعاونهم غير بحاجه واحده، هي نبقاو في ديورنا وما نخرجوش الا للضروره القصوى. الا بقينا بحال هكا ملتزمين وزدنا صبرنا وصبرنا وعاود صبرنا،
راه ان شاء الله ما يكون غير الخير، وغادي نخرجوا في اقرب وقت ان شاء الله، غادي نحيوا صله الرحم طبعا مع الاهل ديالنا والاصدقاء ديالنا، غير نزيدوا نصبر اخوتي. سلام خويا لاباس. خويا المامون امين، اللهم امين، الله يشافي الجميع. والحمد لله راه تجاوزنا 2000 حاله ديال الشفاء، الحمد لله حالات الشفاء في دائما، الحمد لله في كل نهار كنسمعوا اخبار زوينه، دائما كيتشافوا 160 170 واحد في النهار، وكما قلت تجاوزنا الحاله، تجاوزنا 2000 حاله، الحمد لله. هادشي كيفرح وكيبشر بالخير، ولكن هذا لا يعني بانه خصني نخرج من داري. ما نخرجوش مازال اخوتي، ما نخرجوش، ونلتزموا في البيوت ديالنا، وما نخرجوش الا للضروره القصوى.